How are you doing? You only doubt yourself when you're not doing enough. We're gonna make this building great again. <laughs> <laughs> now this is paid off by that. So that's a 16 units property that we're actually closing on today. I'm here. My name is Jalal. I go by the King of Miami Real Estate. يسعد ربكم يا احلى عالم اليوم حبيت احكي معاكم بشغله انا كنت احكيها مع نفسي في كثير افكار في راسي واشياء اللي بفكر فيها آه قبل اي شيء بدي اياكم تكونوا متاكدين انا بحكي شو بيجي على راسي اللي انا بحكيه لحالي قبل ما أحكي لاي حدا آه بتسمع من كثير ناس بيحكوا معك بطريقه انه انت مثلا ما بصير تحكي بالثقه العاليه هاي انت ما بصير تعمل هيك انت هيك انت هيك انت هيك أنا حاب اليوم أأكد لكم يمكن السبب الرئيسي اللي بحياتي اللي خلاني أنجح من لما طلعت من الأردن لليوم بالإشي اللي أنا فيه اليوم على فكرة أنا لسه مش واصل لأي شيء بدي إياه من الأشياء الكبيرة أنا بس بمجرد بداية نجاحي كان السبب هو إنه لغيت فكرة إنه رأي حد تاني بحياتي إله أي معنى لغيت فكرة انه حد يحكي لي انه انا بعمل هيك ممكن غلط او صح هاي شلتها من حياتي تماما يا عم اسمعوا يعني مثلا بيجيك حدا بحط كومنت او حد بحكي لي على الانستغرام او على التيك توك uh, بيجي بيحكي مثلا انت مغرور انت ثقتك في حالك زيادة ايش يعني المفروض يكون عندي ثقة بحالي اقل عشان اعجبك ولا اعجب هذا ولا اعجب مين أنا لما أعمل أي إشي بحياتي بالبزنس، بحياتي الشخصية آه، على السوشيال ميديا بأي إشي بعمله كل إشي بعمله طالع من جلال لا جلال، لا يفيد جلال بالأول، بعدين إذا فاد حد غيري الحمد لله ما عجب حد غيري عادي أنا مكمل لأنه عامل هالإشي الي إذا أنت أو أنت ما بتمشي بحياتكم بثقة اللي ممكن غيرك يشوفها غرور وبتعمل اللي لازم تعمله لتوصل للي أنت بديه، بدك يا شو مستني يجي حد تاني يقول لك اوثق في حالك يجي حد ثاني يقول لك ارفع معنوياتك احكي بثقه بيحكوا لك هيك بعدين بتقوم بتعمل هيك بيجي بيحكوا لك صرت مغرور يعني معظم الناس اللي حواليكم مكسورة وضعيفة من جوا أصلا معظم الناس اللي حواليكم إذا مش كلهم ضايعين من جوا أحسن شو مستنينهم يجي يقولوا لكم كيف تمشوا بهالدنيا وكيف تصلحوا وكيف تزبطوا وهم نفسهم حياتهم ماكلة ما هوا هم نفسهم حياتهم مكسوره وما إلها وضايعه امين شو مستني شو عند هذا المثل اللي بقول لك يعني بدك آآ بدك تصب من قربة مخزوقه يعني كاسه مي ما فيها مي ما, ما راح تصب منها اذا اللي حواليك مش واصلين لاشي ضايعين شو مستنين؟ يغيروا حياتك انا بقول لكم انه هذا الفيديو لازم يكون يعني يذكر كل حدا عم بسمع انه لازم تمشي باللي يلي في راسك يعني انا بقول لك بدكم اتعمق اكثر نتعمق يا عمي حتى راي اهلك ها الوالدين باللي انت بتعمله اذا سلبي لازم اصلا تقطعه صدقني انا بيوم من الايام كانت بحياتي كان عندي قرارات مثلا اهلي ما كانوا راضيين عنها ومشيت فيها واضطريت الغي براسي فكره انه راي اي حدا بهم لانه قدام اهالينا مرات اراهم بتضربنا كثير بتوصلنا بكثير هيك بتنخزنا نخز لانه قدامهم بنضعف لانه احنا عندنا بعاداتنا وبديننا احترام الاهل ولا وحب الاهل وهذا شيء مفروغ منه لازم تعمله ما بقول قلل حياك او حياكي ابدا بتحترم والدينك بتطيع ولا تقل لهما أفن والمواضيع هاي كلها انا معها بس ممكن لما يجي ابوي وامي تحكي لي شيء مثلا انا من جواتي عارف آه انا ضده او ما راح يزبط معي ما بغلطهم اوكي بس انا في مخي هذا انا ما سمعته بسمعهم لمجرد اني محترم بس في مخي ملغي انا حاطط حالي زي هيك دراع دراع ما شيء ما فكره حدا راي حدا بوصلني لانه انا مركز بالإشي يلي انا فيه بدكم دائما تتاكدوا انه معظم الناس ضايعه معظم الناس مش عارفة شو بتعمل معظم الناس بدها تموت ميت موتة لتوصل ليمكن لي اللي انت وانت انت فيه ومع ذلك بيجي بدهم يعطوك نصيحة على كيف تسوي وتعمل يعني اذا في واحد كوتش بجيم ناصح وصحته زي العمى بده يجي يقول لك او يقول كيف تصيري او تصير رشيق وصحي وتصير بطل عالم كيف كيف بده يجي مثلا حدا يعلمك كيف تطير طياره زي هاي مثلا عمره ما طير طيارة كيف بده يجي حدا يعلمك إشي أو يورجيك إشي مو موجود فيهم ركزوا في حياتكم أراء العالم ولا إشي يعني الناس يعني بعدلكم إياها بتقول لك ما تحكي بثقة عالية هذا غرور بعدين إذا بترد عليهم بصير أنت واحد شخصيته ضعيفة بتقوي شخصيتك هذا غرور وحكي زيادة إذا بدكم تسمعوا عمركم ما راح تخلصوا من العالم تعمل يلي براسك وبتمشي بيلي براسك طالما انت من جوا عارف انه صح ولا اشي المفروض يوقفك او يوقفك واذا بتخلوا العالم ارائها وحكيها توصلك وانت مش حاطط محدود حدود حمراء انه هذا اشي ما بتتدخل فيه وهذا الحكي صار يمسك او يمسك من جوا هذا رح يصير ضعف وعمركم بحياتكم ما حتوصلوا او حتى تبلشوا شو توصلوا تبلشوا لتوصل بإشي بحياتك انت بدك اياه بهيك يوم، صلحوا هالتفكير لانه هاد خصوصا بمجتمعاتنا، خصوصا جوا مجتمعنا احنا هون بالبلد مثلا بالاردن او المجتمعات اللي زينا، الناس يعني حب قلبها تعطيك رايها وبالاغلب سلبية، فئة ضعيفة جدا هالقد قليلة اللي عندها فكر تفهمك لإلك لخطواتك لحياتك وتحط حالها محلك قبل ما تعطيك رأي معظمهم بعطوا آراء بيست يعني باخدينها من حياتهم هم ما بتطلعوا حياتك ما حدا بيعرف حياتك ووضعك وإحساسك وقلبك وشو جواك غيرك أنت فبكفي تسمعوا للعالم قسما بالله زي ما كان يقولوا زمان حكي العالم ما بطعم خبز وحكي العالم مجرد حكي ما له معنى بدفعش فواتير بجيب السيارات بركب طيارات خاصة بسفر كاش على دبي تقعد في برج العرب حكي الناس ولا بتعمل فيه اشي ولا له قيمة اعمل لبراسك وزي ما بقوله برضو اعرف خلاصك ويسعد ربكم يا أحلى عالم